السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا كاع غايه وفي صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، قناه بيت حنونه اللي هو بيتكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه ان ديسير تري بون. انا شخصيا نبغيه بالتفاصيل، راح ندير لكم الاشياء فقط اللي انايا نبغيها شخصيا، على بيان نحب نبارطاجيها معكم ونحب يعني نشاركها معكم. اليوم ان شاء الله راح ندير وصفه لا كريم برولي، بزاف بنينه كوماند ديسير مع العشيه، ولا يعني من بعد حاجه سوك، من بعد حاجه سالي تجي حاجه سكري. ديسير بزاف بنين وبزاف ساهل، ما يطلبش صايي كيما شويه كيما الفلون ولا كريم ديسير، سي اون كريم ديسير. ايبا نروحوا للمقادير. هنا المقادير واش خاصنا؟ خاصنا هنايا كاس نتاع حليب كامل الدسم، ما يعادل 120 سنتيلتر، 120 سنتيلتر، عفوا ما يعادل 12 سنتيلتر، اي 120 مليلتر. معدنا نص كاس نتاع هذا نتاع السكر، ما يعادل 70 غرام او 75، احنا على حسب السكر، ولكن مدولها ماشي مسكره بزاف باش تجي بنينه. عندنا الكريمه السائله، ضروري الكريمه السائله باش تجي مخطره وتجي ثقيله. الكريمه السائله ما يعادل يعني 35 غرام كما موالف، يعني دائما المقادير المضبوطه راح نديرها لكم في صندوق الوصف. خصنا 4 تاع لي جون دو، 4 صفار البيض، وخصنا يعني ليليمون لو بلوز امبورطون او لانغريديون لو بلوز امبورطون، يعني المكون الضروري وهو لا غوز دو فاني. هذه لازم يعني تعطينيكها بزاف مليحه، لا ما عندكش ديري يعني الاكستريم تاع لا فاني بصح يكون بزاف مليح، ما ديروش لي ساشيت اون فاني، لو ليكيد هو يجي مليح، ولا اون بودغ يتباع، اون بودغ لا فاني يتباع شويه غالي، بصح هذا يعني هاد الديسير معمول بلا فاني، يعني ضروري لا فاني. كما العاده كي تسمعوا الاصوات، لانه ولادي رانا توجور فاكونس، مازال لا رونتري سكولير، معليش ربي يعيننا ان شاء الله. اذا وخصنا هادو لي رامكان، هادو هما لي مول لي دايرين، هادو تاع سبيسيال تاع لا كريم، تاع كريم برولي لي جو بزاف بنان. اضافه الى السكر راح نزيدو ندروه هنايا مع يعني مع الاخر، والشاليمو اللي يكون ضروري، وراح نقول لكم طريقه اخرى اللي ما عندهاش لو شاليمو. اذا هنا نبداو على بركه الله. راح اول حاجه راح نسيبارو لو جون دو مع البياض البيض، راح نجيب اذا هنايا راح نسيو نخدمو كيف اول حاجه، عفوا اول حاجه راح نديرو الحليب، هو اول حاجه راح نديرو الحليب، راح نسخنوه مع لاكوز دو فاني. هذه لاكوز دو فاني انا شريتها من ليدل، يعني الناس اللي هم هنايا اذا صادفتوها وشريتوها في ليدل عجبتني، باسكو يعني تي با شير، سيتي با شير باشريتها، ولكن يعني ما نقدوش نحلوها هي بصح. اذا انا واش ندير؟ نحطها اول حاجه في الحليب، نخليها تطرى شويه، من بعد نحيها ونحي لها هذاك لافاني تاعها. اذا انا راه نحطها تسخن، في هذا الاثناء راح نخدم القوام نتاعي. قلت لكم الا صادفتهم هادو يعني مش بقاش تشريوها لانها يابسه، صح يعني ماشي غاليه ولكنها يابسه. اذا هنايا راح نجيب راح نسيبارو البياض البيض مع صفار البيض، خصنا 4 نتاع صفار، يجي بزاف بنين بصفار البيض. نكسرو هادوما هنايا، يعني من الاحسن واحد يدير ان ديسير يكون شباب ياكله ويستمتع به، من احسن صفار البيض ضروري. من هنايا كملت، راح نوخر هادو منا، وهنايا راح نزيد اولا راح ندير سكر جو لي بلانشير، يعني راح نخلطهم مع بياض مع صفار البيض، نخلطهم هنايا مليح. وفي هذا الاثناء لهذاك راه راه يزيد، راه يحمي لي انايا نخلطو هنايا مليح،
بعد راح نضيفوا له الكريمه السائله، ما نقدوش نعوضوها بحاجه واحده اخرى كريمه سائله، وتكون دسمه يعني تكون كحد ادنى 30% من لا ماتيير غراس، يعني تكون فيها لا ماتيير غراس يعني تكون دسمه. هنايا قلت لكم القوام نتاع يعني او لا كونتيتي تاع لا كريم اونتيير هو 35، هذه فيها 20، ما راح نديرها شويه نص عيني ميزاني، لكن نتوما لازمكم شويه يعني تعبروا مليح، يعني تكون عندكم هذاك هذاك الغراف اللي نديروا به. اذا هنايا راح بزاف خفيفه وبزاف سهله، راح نشوف الحليب نتاعي ومن بعد راح نتلاقاو. يعني انا كما قلت لكم خليتها هنايا شويه قد ما تطرالي، ف يعني بصعوبه لان بصح يابسه بصعوبه، راح نحلها وراح نسيي نستخلص منها هذاك لافاني تاعها. قلت لكم راه بصعوبه، يعني درتها انا بلاني في الحليب باش باش لي. اذا راح نقلع هذا كاع، يعني هذا راح يعطي النكهه، هذا هو اللي راح يمد النكهه. راح نحطها في الحليب نتاعي باش نوريكم فقط، ومن بعد هذا كاع راح نحطه هنايا ومن بعد راح نصفوه. اذا هنايا من بعد اللي سخن لي الحليب مع هذيك لافاني راح نحطه وراح نخلط بسرعه. هنايا راح نزيد شويه نتاع فاني لانه صراحه ما عجبتنيش. وهنايا نزيد نخلط، وهنايا راح نعاود نزيد نصفيه لمره ثانيه. وهنايا راح نجيب نحطوه في البول تاعه. الى راح نجيب هادوما نحطهم خل هادو منا. ما قلت لكم هنايا وهنايا راح نحطهم هنا. اذا هنايا كما راكم تشوفوا راني كملتهم، اما ديروا في هادوما ولا ديروا في هاد في هادو كما راكم تشوفوا هنايا، ولكن يكونوا يدخلوا في الفرن، يعني الكونديسيون يكونوا يدخلوا في الفرن. هنايا راح ندخلوه على فرن 100 درجة لمدة ساعة، يعني 100 درجة. درجة الحرارة بزاف مهمة في هاد الديسير، يعني 100 درجة لمدة ساعة. إلا عندك يعني ما عندكش لاشالوغ تورنونت ولا ما عندكش هذاك لي ريغلي لاشالوغ نتاعك، ديريه على نار هادية فقط لمدة ساعة. راح ندخله للفرن تاعي ونتلاقاو من بعد، ومن بعد راح نخلوه يبرد، يعني هذا مادام يشد روحه مادام يبرد مادام يجي مليح. يلاه معايا من بعد غنديرها في الفور ومن بعد نتلاقاو. اذا هنايا حباباتي من بعد اللي طابت لنا لا كريم بغولي نتاعنا واللي كنا درناها ايضا يعني في الثلاجه، هذه المرحله هي عند التقديم فقط، يعني كي تجوا غادي تقدموها ديروا هذه المرحله باش الانسان اللي ياكلها يشوف لا ديفيرونس او يشوف يعني هذاك الذوق ما بين لو كروكون والفوندو تاع تاع لا كريم. راح نجيبو السكر هنايا الابيض او سكر لا كاسوناد او يعني سكر البني اللي هو لو سوكرو ثاني يعطي واحد الذوق شباب بزاف. راح نجيبو الشاليمو تاعنا وراح نحرقو هذاك السكر، يعني اون فالو كاراميليزي، يعني راح يولي كراميل، يعني سكر محروق. ف
واللي ما عندهاش الشاليمو ديراه في الفول وديراه على برنامج نتاع لو غري نتاع يعني نتاع برنامج الشواء، يشويه غير من الفوق يعني يقريه غير من الفوق. هذا مكان. اذا هذا هو لا كريم بريلي، هذه هي تنتكل بالبارده وتزيدوا تدخلوها للفرن، عفوا للثلاجه يعني، مادامها تزيد تقعد، مادامها تزيد بنينه باش نقدموها. اذا حباباتي كما قلت لكم هاد الديسير لازم يكون ليله، يبات ليله كامله، ومن بعد راح نديرو نقريوه من الفوق يعني نحرقو الكراميل هذاك. اذا هنايا شوفوا الطبقه من الفوق لازم تكون هكا يعني تكون يابسه باش يجي يعني الخليط او المزيج ما بين لو كروكون حاجه مكسره مع حاجه فوندو، يعني لو كروكون مع لا كريم تاعنا اللي تكون ليكي. هنايا على تكون تشد روحها يعني، هاد الوصفه ناجحه 100%، وهذه الوصفه الصحيحه نتاع لا كريم بريلي. صح كل واحد كيفاش يديرها، فقط كما قلت لكم خلوها تقعد ليله كامله، ومن الغدوه عاد كينا قدموها مع الكراميل بريلي كما راكم تشوفوا هنايا. هذه الوصفه تاع اليوم حباباتي، نلقاكم في ساعه الخير والى المتلقى ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس. السلام عليكم حبايبي.